جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هل عورة المرأة أمام النساء كعورة الرجل أمام الرجال في الحدود؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة أن تستر نفسها سواء عند الرجال أو عند النساء، لكن عند محارمها أو عند محارمها من الرجال أو عند محارمها أو عند النساء فإنها تكشف ما جرت العادة بكشفه، مما تحتاج إلى كشفه كالوجه والكفين والقدمين، وأما ما زاد عن ذلك فلا حاجة إلى كشفه حتى ولو عند النساء أو عند محارمها، بل تستر ما لم تحتج إلى كشفه، وهذا من الوقار والحشمة، ولأنها لو كشفت شيئا زائدا عن الحاجة لسنت سنة سيئة للنساء، فعليها أن تلتزم بالستر عند الرجال والنساء وعند المحارم وغير المحارم إلا ما تحتاج إلى كشفه، فإنها تكشفه عند محارمها من الرجال وعند النساء كالوجه والكفين والقدمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وكذلك الرجل أمام الرجال شيخ صالح؟ الرجل أمام الرجال عورته محددة بما فوق السرة وتحت الركبة، يعني من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. وإذا تجمل وغطى بقية جسمه مما يعتاد تغطيته كأعلى الجسم والساقين فهذا أجمل وأحسن، لكنه ليس بواجب. الواجب ستر العورة وهو ما بين السرة إلى الركبة في حق الرجل مع الرجال. وإذا ستر بقية جسمه، ستر أعلى جسمه وستر ساقيه، فهذا أكمل وأجمل من الهيئة. نعم.